بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على طلب كتير منكم، يعني سألوني ازاي ممكن ننفذ السور بنفس الطريقة اللي احنا شفناها على رأينا مع بعض، بل كمان ممكن ازاي نقدر نتحكم في الكيرفات اللي احنا عايزينها. يعني برسم الكيرف اللي انا عايزه، مش مجرد كيرف موجود زي ما شفنا كده في الجراف مابر، ان هو بيبتدي يعدل في مجرد اني بختار نوع الكيرف ببتدي اعدل في شكل التصميم. هنا على كاتيا هنبتدي نرسم احنا الكيرفات اللي احنا عايزينها بالاشكال اللي احنا عايزينها، كل واحد حسب الفكرة بتاعته. يعني هبتدي احدد الدومين بتاع السور. لو افترضت مثلا ان السور بتاعنا اليونت عرضها 4 متر مثلا، ممكن اني احدد عن طريق اني اعمل بلينز بالشكل ده مثلا، واقول 2 متر في الاتجاه ده و2 متر في الاتجاه التاني، واقول ريفرس دايركشن. يبقى انا كده حددت ابعاد الباكية بتاعتي. بس الطريقة دي بعدها هبتدي استخدم بلينز بتوين، وابتدي اقسم ما بينهم ببلينز تانية باعداد. انا مش هعمل كده في الحقيقة، وهستخدم حاجة اسمها هستخدم حاجة اسمها plane system. هدلت دول عايزهم، وهروح على تحت هنا هستخدم plane system. plane system بيسألني طبعا ليها كذا تايب، احنا هنشتغل بأول تايب اللي هو regular symmetric. هقول له الدايركشن بتاعي ال x، والأوريجين بتاعتنا هقول له create point في الزيرو زيرو زيرو زيرو. اوكي، السبيسنج هسيبها 100 زي ما هي، والنمبر اوف بلينز هقول له 20 في كل اتجاه. يبقى هيبقى عندي 20 في الاتجاه ده و20 في الاتجاه التاني. بريفيو. اوكي، يبقى انا كده عملت مجموعة البلينز بتاعتي اللي بتمثل اول واحد واخر واحد، ده حدود الباكية، وكل بلين من دول بيمثل لي الاليمنت المتكررة في الصور، المحل الهندسي او الاورينتيشن بتاع السنتر لاين بتاع كل اليمنت موجود في الصور. لو جينا قسنا كده نعمل تشيك على البلينز دي ونشوف هي المسافة ما بينها قد ايه، هنلاقي ان المسافة من اول بلين لاخر بلين المينيموم ديستنس 4 متر، 4000 ملي. طيب الفكرة ببساطة اني هبتدي كده كده الجيومتريكال سيت دي هتبقى هنسميها بلينز. ومش هعمل فيها حاجة تاني الجيومتريكال سيت دي، وهعمل insert geometrical set جديدة مثلا هسميها، ممكن نسميها control curve أو sketches، هعملهم sketchات فممكن نسميها sketches أو نسميها curve زي ما احنا عايزين. curve. وهبتدي أرسم مجموعة كيرفات بتمثل لي الصور. ممكن الصور بتاعنا ده يبقى على جلسة، فنبتدي مثلا في البارت بودي نموديل الجلسة، وبعد كده نموديل الصور فيها، ونخلص الصور ونعمل الجلسة براحتكم يعني. فممكن نبتدي هنا نعمل أروح على البارت بودي define in work objects، وهرسم sketch في المستوى زد واي هنا بالشكل ده. العرض مثلا هنقول 200 في ارتفاع 400. نعتبر ان دي جلسة السور بتاعنا، وهعمل لها باد.
بالشكل ده، هنفترض ان هي دي جلسة السور بتاعنا، ونرجع تاني على الجيومتريكال سيت بتاعتنا اللي هنشتغل فيها السكتشات بتاعت السور. هبتدي اول سكتش، هاجي هنا بوزيشن سكتش، وهاجي عند المستوى زد اكس وهقول سواب اوكي، وهرسم لاين وهخلي سيمتريكال اكستنشن، وهبتدي من النقطة، هبتدي بنقطة في المنتصف كده بخط افقي، بالشكل ده كده، وهقول ان النقطة دي مع الخط ده coincidence، والخط ده والخط ده مع، يعني انا مش عايز اربط الكونسترين مع الجيومتري، هخلي ان المسافة دي خليها او الكونسترين ده نخليه 400، بالشكل ده كده. وممكن نكريت بارامتر، يعني ممكن اكريت هنا بارامتر اوف تايب لينس، ولينس 1 ده هنخليه لارتفاع الجلسة اللي هو بقى بيساوي 400، بالشكل ده كده. وهقول ان 400 دي equal 400 الموجودة هنا بالشكل ده كده. هطلع بره برضو، ممكن اجي في السكتش بتاع الباد ده، برضو 400 دي نقول انها ايكوال 400 دي، يبقى كده لو انا خليت دي مثلا 350 هيغير لي الجيومتري وارتفاع الخط ده الاتنين مع بعض زي ما احنا شايفين كده. هعمل كمان سكتش، والسكتش ده غالبا هيكون كيرف بالشكل ده، كوينسيدنس. والحقيقة الكيرف ده والكيرف اللي بعده هخليهم كيرفات حرة، أقدر أحركها، أحرك مكانها، أقدر أحرك الكنترول بوينت بتاعتها في المكان اللي أنا عايزه. الكيرف التاني ممكن اخد الكيرف ده كابي احطه بيست تاني على الجيومتريكال سيت، واجي هنا اخد الكيرف ده لفوق واغير شكله فقط بالشكل ده. كان في ناس منكم عايزين يعملوا شكل ورقة شجر، فاحنا ممكن نقرب للشكل بقى عن طريق الكيرفين دول، كل واحد يبتدي يفكر في أقرب شكل ممكن يعمله الشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا المسافات اللي يعني المسافات القريبة دي ممكن تعمل لنا ايرور، فاحنا مش هنقرب المسافات قوي من بعضها. هطلع تاني وهعمل آخر سكتش، برضو ممكن يكون اس بي لاين بالشكل ده، وهناخد النقطتين دول اللاو سيمتري لاين، اللاو سيمتري لاين على الزد. ممكن نحدد الارتفاع
من الاكس وليكن مثلا 2500 لمتر ونص. ممكن نحدد ارتفاع النقطة دي برضو، من متر 20 بالشكل ده. يبقى انا كده خلصت الكيرفات بتاعتي اللي انا هكنترول بيها الشغل. تعالوا نعمل مؤقتا هايد للكتلة اللي تحت دي عشان نبقى شايفين شغلنا بشكل اوضح. يبقى مجموعة الكيرفات بتاعتي اهي. هعمل insert geometrical set جديدة هسميها model، وهي دي اللي احنا هنكررها. أول خطوة بنعملها للتجهيز لعمل الباور كابي إني لازم أوجد انترسكشن أشتغل عليه ما بين الكيرفات دي وأول بلين. هرجع تاني للجنراتيف شيب ديزاين وهبتدي أعمل انترسكشن ما بين أول بلين موجود عندي، وأفتح المالتي سيلكشن وأبتدي أختار كل الكيرفات بتاعتي 1 2 3 4. بريفيو هيطلع لي الريزلت على طول، مجموعة النقاط اللي هي الانترسكت 1 و 2 و 3 و 4. مش محتاجين بقى ان احنا نشوف الكيرفات دلوقتي، هعمل لها هايد عشان ما تعمليش مشاكل في الشغل وانا شغال. هعمل هايد لاني عايز اشتغل على النقط دي بس، فوجود الكيرفات ممكن يخليني اعمل سيلكت على الاند بوينت بتاعتها فيعمل لي مشكلة في الباور كوبي يعني شغال بعد كده. فنعمل لها هايد ونشوف تبقى النقاط فقط هي اللي قدامنا. هبتدي ارسم مثلا لاين بوينت تو بوينت من هنا لهنا، وهرسم لاين تاني بوينت بوينت من هنا لهنا. وهنا في المنطقة دي هرسم سكتش ل اس بي لاين يديني اي شكل تشكيل في السور بتاعي، بحيث ان انا اقدر اكرر عنصر يكون فيه اي حركة بشكل ما. مع تكرار العنصر يبتدي يرسم لي شكل التغير اللي انا عايز اشوفه في كل عنصر. فهروح ارسم سكتش جديد على المستوى، هاجي هنا هعمل position the sketch ارسمه على البلين الاولاني خالص ده هنا. وهقول له ان انا عندي projection point، هختار مثلا intersect 2 اوكي. وهاجي هنا ابتدي ارسم sp line بالشكل ده كده مثلا. ودبل كليك هنا هاجي عند بوينت 1 هشغل التنجنت، وعند بوينت 4 تنجنسي، وبعدين هاجي اخد التنجنت مع الخط ده كوينسيدنس، والنقطة دي مع الانترسكت كوينسيدنس. تحت نفس الحكاية هاخد المماس مع الخط ده كوينسيدنس، وبعدين هاخد النقطة مع الانترسكت 2 كوينسيدنس. بعد كده هبتدي احدد النقطتين دول مكانهم فين. طبعا ببساطة ممكن اخد البعد ده كام، وممكن اخد البعد من النقطة دي للنقطة دي vertical measure، واخلي البعدين دول قد بعض واعمل لهم parameter كمان.
هاخد المسافة من هنا لهنا، وهاخد المسافة من هنا لهنا. فنقول مثلا إن المسافة دي ولتكن مثلا سي 50 أو 40 زي ما احنا عايزين. هنا برضو دي هنخليها 50، نخلي المسافة دي مثلا 150، أو نخليها 100، ليها 200، ليها 100 أحسن، 150، 150. وممكن نخلي دي 40، ونخلي دي 40. يبقى أنا شكلت الكلام ده، وهبتدي أعمل بارامتر جديد. هروح هنا أقف على يوزر بارامتر، يوزر بارامتر، وهقول new parameter of type length. أنا عندي هنا كام بارامتر؟ عندي 1 2، عايز 2 بارامتر. new parameter of type length 1 2، الأولاني قيمته 150، والتاني قيمته 40. equal، اختار ده، equal اختار ده، 150 equal ده، و150 دي equal البارامتر. هطلع بره بقى. عندي العنصر اللي احنا شايفينه قدامنا بالشكل ده كده. هعمل join، join distance propagation. اوكي، هو ده العنصر بتاعنا. هعمل عليه plane normal to curve، والبوينت بتاعتنا ممكن ناخد البوينت اللي فوق، ممكن نسيبه في مكان، في مكانه طالما جاي في الستريت لاين مفيش مشكلة. بس لو جه على الكيرف ده، يعني لو حد منكم لقى ان البلين جه على الكيرف ده، فهيبتدي يميل لأنه بياخد اتجاه النورمال. فطالما البلين مالي يبقى السكتش بتاعنا هيجي مايل، فهتلاقي النهاية بتاعت الخوصة فوق وتحت مايلة. فيفضل ان البلين بتاعنا يكون جاي في الجزء الستريت من الخوصة، يا اما نحطه عند نقطة الستارت او الاند براحتنا، بس ما نخليهوش يجي في الجزء المايل ده، لان في النهاية البلين في اتجاه النورمال، فهيجي يعني هيجي في الاتجاه العمودي باستمرار. فلو جه على النقطة اللي هنا، اي نقطة هنا، هتلاقيه جاي بميل بالشكل ده، او جاي بميل بالشكل ده. لو جه هنا مثلا هتلاقي البلين جاي في الوضعية دي، فده هيترتب عليه ان البروفايل اللي احنا هنرسمه للخوصة هيجي في النهاية هنا، هنلاقيه مايل. هبتدي ارسم. ممكن طبعا نختار النقطة اللي فوق خالص، اللي هي نقطة انترسكت 4 اللي فوق. اوكي، بوزيشن سكتش، هختار البلين ده، وهاجي هنا هقول له كيرف انترسكشن، واختار الكيرف بتاعي. اوكي، وهرسم البروفايل بتاع الخوصة بالشكل ده. السكنس بتاعنا مثلا 5 مللي، وطولها 50 مللي. يبقى ده البروفايل بتاعي، 5 × 50. برضو مفيش ما يمنع ان احنا نعمل بارامترز للخوصة نفسها ومقاساتها، مفيش اي مشكلة. وممكن عشان لو عايز اعدلها في اي وقت واعدل ابعادها، فهاجي
هنا برضو هعمل هقف على اليوزر بارامترز فلتر، 2 نيو بارامتر، واحد بقيمة 50 والتاني بقيمة 5. وهاجي عند الخمسة دي هقول إيكوال وأختار الخمسة اللي هنا، وهاجي عند الخمسين إيكوال وأختار الخمسين دي. أوكي، هطلع بره. عندنا أمر اسمه sweep، وهنختار البروفايل تايب explicit، وفي البروفايل هنختار سكتش 7 اللي احنا لسه راسمينه آخر حاجة، والجايد كيرف هنختار الكيرف بتاعنا اللي هو الجوين. بريفيو اوكي، فهينتج عندنا الشكل اللي احنا شايفينه. ممكن واحد يسألني يقول لي هنعمل ده ازاي؟ طبعا ممكن ببساطة الشكل ده، احنا عندنا جزء ستريت ده ممكن يبقى خواص عادية خالص، اما الجزء ده فممكن لو انا مثلا افترضنا ان انا ما عنديش عامل يشكل حاجة زي كده، احنا نقدر نقطع التشكيل ده بالبلازما او بالليزر من اي شيت بنفس السكنس وابتدي الحم. وعشان كده لو خدت بالكو انا عملت الريليشن ما بين الكيرف وده، هتلاقيها جاية في الطرفين هنا خط مستقيم، يعني دي حتى مش زاوية، الالتقاء ما بين ده وده جاي في خط مستقيم عشان اسهل على العامل اللي هيلحم ده في ده انه يبقى قطع قطعيات كلها 90 ويلحم في اقصر قطع، ما يجيليش التقاء على المايل كده ما بين نهاية الكيرف ده ونهاية والرأس، لان ده هيسبب لي مشكلة مع العامل، هيطلع لي زوايا صعب قياسها او صعب قطعها. لكن نحاول باستمرار ان العلاقات ما بين الرأس والمايل ده او اللي فيه انحناء ده يبقى خط 90 درجة او قطعية 90 درجة، سهلة على اي عامل ان هو يعملها، ما فيش فيها اي مشكلة، مش محتاجة تكنولوجيا عالية او حاجة او يعني امكانيات عالية للعامل اللي هيشتغل يعني. بس هبتدي اشتغل بعد كده على اليونت بتاعتنا دي، اني اعمل لها عمليات التكرار اللي انا عايزها. طبعا لازم نخلي بالنا من حاجة، ان احنا بعد ما عملنا سويب هنلاقي ان القوسة مفتوحة بالشكل ده، فلازم نعمل لها فل من فوق ومن تحت. فيل كمان مرة، رايت كليك، كرييت باوندري، واختار الباوندري بتاعتي. اوكي، بريفيو، جوين، منساش لازم اعمل جوين، واروح اختار ديستانس بروباجيشن. اوكي، وهبتدي اكرر بالباور كابي. طبعا هنبتدي نعمل هايد لكل الحاجات اللي احنا مش عايزين نشوفها دلوقتي، مثلا عايز اعمل هايد للنقاط، عايز اعمل هايد للجوين بتاع الكيرف، عايز اعمل هايد للسكتش، عايز اعمل هايد للبلين، وهسيب فقط الجوين الاخيرة هي اللي هتتكرر معايا. هسلكت الموديل واروح على انسرت، وهختار من نوليدج تمبلت باور كوبي. نسيت اخد الريليشن، طبعا الريليشن دي المعادلات لازم ناخدها كده نحطها مع الموديل. وسلكت الموديل تاني وهقول له انسرت، واشتغل تاني باور كوبي، ولازم تظهر لي المعادلات بتاعتي في ال زي ما انتم شايفين كده، المعادلات كلها موجودة والسكتشات والبلين الأولاني. هروح على البروبرتس وأقول له جراب سكرين. أوكي، بعد كده هروح على التري، اختار البار كابي بتاعتي، رايت كليك، انستنشيت. طبعا بقول له افتر موديل، افتر الجيومتريكال سيت اللي اسمها موديل، هقول له يوز ايدنتيكال نيم ريبيت، واشوف كده قدامي
البلينز بتاعتي تبقى ظاهرة قدامي بالشكل ده كده، وابتدي اقف على اول بلين في هنا 2 اوفست، 2 اوفست بارامتر مش موجودين، ملقاهمش ده وده. الاتنين اوفست بارامتر دول اعتقد ان هما جايين، دول طبعا هيسببوا لي مشكلة لان ما تعرفش عليهم. ما قلت له use identical name ساب لي الاتنين offset دول ما تعرفش عليهم. لازم نعرف الاتنين offset دول جايين من منين، وابتدي اشوف المشكلة وارجع. طيب، المشكلة ان احنا عملنا البارامتر 400 ده، طبعا هو ده رابط ما بين الكيرف اللي تحت في السور وما بين الباد، فمحتاج ان انا اعرف له في الباور كابي البارامترز دي. فاحنا ممكن ببساطة نلغي الريليشن دي، يعني هاجي انا هنا كده في الموديل هدلت المعادلات بتاعة اوفست 21 واوفست 14، دول هم اللي عاملين المشكلة. انا عرفت الحل المشكلة ازاي لما جيت هنا على في الباور كابي، عملت بصيت كده على اسم بيقول لي اوفست 21 واوفست 14، الاتنين دول هم اللي فيهم المشكلة. فروحت على طول جاي هنا، لقيت ان اوفست الاتنين دول اللي هم مربوطين يعني هنا، فهدلت هاجي كده أدلت المعادلات الريليشن بتاعتهم، مش عايزهم معايا خالص. هادي أوفست 21 وأوفست 14، هدلت المعادلة دي وهدلت المعادلة دي، والبارامتر ده دلوقتي أصبح ملوش قيمة بالنسبة لي، هدلته بره. وهجرب مرة تانية، هروح على الموديل بتاعي وهختار باور كابي. هنلاقي كل البارامترز بتاعتنا موجودة، مفيش فيها أي مشكلة. هروح تاني على Properties Grab Screen، أوكي. هقف على البار كوبي بتاعي وهقول له Instantiate After Model Repeat Use Identical Name، وهقف على أول Plane وهاجي هنا كده ابتدي اعمل ريبليس للبلين البلين بالبلين اللي بعده. اوكي، خد البلين اللي بعده. زي ما احنا شايفين كده عمليات التكرار بتتم وبيحصل تشكيل في اليوم بتاعتي زي ما انتم شايفين. اشتغل على اكمل.
آخر عنصرين بالشكل ده، السور زي ما انتم شايفين كده اكتمل بالكامل بالشكل اللي احنا شايفين. هقفل وابتدي بقى افكر في اي ايديت انا محتاج اعمله. هظهر طبعا الجزء اللي تحت، ممكن اخفي البلينز دي كلها مش عايز اشوفها. هاجي هنا كده من هاي، ونبتدي نشتغل على اي ايديت احنا عايزينه بقى. الكيرفات مثلا بتاعتنا ممكن نظهرها وابتدي اشتغل عليها. هي اللي طبعا محددة لي شكل التشكيل، الكيرفات اللي انا عملتها في البداية خالص زي ما انتم شايفين كده. فأي ايديت هنبتدي نعمله هتغير لي على طول شكل ال، يعني نزلت بدل تحت وطلعت بدل فوق الشكل ده كده، هنلاقي تشكيل تاني خالص. ممكن نطلع بالنقطة دي، أو طبعا ما ننزلش ما نقربش أيوة ما نعملش انترسكشن بالشكل ده لأن ممكن يحصل ايرور. نحاول إن احنا نغير في التشكيل بالصورة اللي احنا عايزينها. ده نمرة واحد، إن أنا أشكل بالكيرفات، يعني الكيرف في حد ذاته يعتبر درايفر أو بارامتر. الكيرف هنا يعتبر بارامتر بيدرايف عملية التغيير زيه بالظبط زي الأرقام. كمان عندنا البارامترز نفسها اللي احنا عملناها اللي هي 40، اللي هي قيمة بعد النقطة دي عن السنتر. فممكن نخليها، لو خليناها 20 طبعا هيبتدي أبديت كل الأيتمز بتاعتنا على الفاليو الجديدة بالشكل ده. لو حسينا إن 40 كبيرة يعني، لو حد عايز يزودها مثلا يخليها 50، نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. ابتدي احكم على العناصر بتاعتي كلها بعد التعديلات اللي انا بعملها. مثلا اللينس، انا عندي المسافة ما بين النقطة دي والنقطة دي انا كنت عاملها 150، لو حد عايز يخليها مثلا 200 ويبتدي يشوف الدنيا هتمشي مظبوطة ولا ممكن يحصل ايرور في اي عنصر من العناصر. انا عملتها 20، 20 طبعا ده رقم صغير قوي، عايزين نرجعها تاني. المفروض كنا نعملها 200، طبعا رقم صغير جدا هيخلي لنا عملية التعديل صعبة جدا، يعني عمل شكل صعب قوي. هنرجعها 200، طبعا 200 اسهل بكتير في الكالكوليشن، يعني اريح شكل الكيرف بتاعنا. ممكن نخليها 150 زي ما كانت، أعتقد إنها أفضل. الآخر خوصة دي أنا حاسس إن برضو التشكيل فيها مش حلو أوي، فالمسافة دي ممكن نلعب فيها. يعني فأجي على الكيرف ده أبتدي أغير البوينت دي، أغير مكانها. البوينت دي ممكن برضو ألعب في مكانها بالشكل اللي أنا عايزه، بحيث إني أوصل لأفضل تشكيل ممكن انا اوصل له. حسب الشكل اللي انا عايز اعمله، شكل ورقة شجر، شكل تقريبي يعني لورقة الشجر بالشكل اللي احنا عايزينه ده. وابتدي ابص على شكل التغيرات اللي حاصله. الرقم طبعا دول مقاس الخوصة وده المسافة. الـ50 دي ممكن نقللها شوية، ممكن نخليها 40، أعتقد إنها تبقى أظرف، أو نخليها حتى 30. نبص على 30 هتبقى عاملة إزاي، تديني راحة أكتر في شكل الكيرف بتاعي. ودي باكية أو عنصر، طبعا لو ده اتكرر هيبتدي يعمل لي حاجة زي أشبه بالجناح. فلو جينا عملنا سيمتري لحاجة زي كده، مثلا هبتدي أظهر البلينز كلها وعايز أعمل سيمتري للمجموعة دي كلها على البلين الأولاني. فهبتدي أخد
طبعا عندنا حاجة اسمها selection filter user selection filter، وهقف على السيرفس وهبتدي اختار السيرفسز كلها دي وهعمل لهم symmetry على، طبعا اول انا مش محتاج اول خوصة، اول خوصة هتبقى يعني مش هنعملها select، انا محتاج اخد كله ما عدا لوس كنترول، وهختار نقف على الفرونت أو الرايت، وهبتدي أختار بالشكل ده كله، وهروح أعمل سيمتري على أول بلين هنا، أوكي، وههايد هايد الكيرفز بتاعتي كلها من الجيومتريكال سيت، طبعا هقفل ال أقف على الكيرفز دي أعمل لها هايد. وابتدي طبعا هنبتدي نستكمل العناصر الربط الأفقي، يعني أنا كده عملت العناصر الرئيسية. الجلسة بتاعتنا مفيش ما يمنع إن احنا نعمل لها، نيجي عند الباد ده آخر، أجي هنا كده أعمل له ميرور الناحية التانية، وأنا في البارت ديزاين أجي هنا هعمل ميرور مش عارف ما اشتغلش مظبوط، طبعا ما اشتغلش مظبوط لانه معمول سيمتريكال او معمول اب تو بلين، فهنضطر ان احنا نخليه دايمنشن ونخلي المسافة دي